الغاز هذا يلزمها معناها حفرة غالية، مش معناها متعطش حتى معناها تلف تبقى عليه المطر، يعني يلزمها باش تقعد عروبها في السراء اللوطة، ويلزمها معناها تتدهدة يعني تتكبر يعني تحفر تحتيها هيك وتتجرد من اللوطة هيك على غصارة من اللوطة باش تطلع الزيتونة هيك الفوق. وهذا هو الزيتونة يعني يلزمها لهوة الزبدة تنقي الزيتونة تمشي على فوق على فوق هذا الرزوق تصيري كيف تعطي ملتوزة. الوقت عندها وقت بتاع خدمة معناها خاصة الخدمة. قدم لنا روحك. اسمي رباب محمد، نقرا في كولاج لفجأ، عمري 18 سنة. تقرا سنة سابعة؟ نقرا سنة سابعة. ما هوش تعرف على الزيتون؟ الزيتون توفر لنا الزيت. ايه؟ توفر لنا الزيتون لي تاكلوش الزيتون؟ لا نعصره في الليل. تاكلوهش ملح؟ ايه نلحوه ناكلوه. صحت عندكم زيتون شوية اش تديروا بيه؟ ديروها ساعات ملح ساعات نعصره في الجرى زيت. تبغي زيت زيتون ملح؟ ايه. علاش؟ ما نفع للإنسان. السلام عليكم. وعليكم السلام. قدم لنا روحك. انا لمني نقرا في معهد نفجي في سابعة. اش تعرف على الزيتون؟ الزيتون قدم لنا برشا خدمات للانسان، هي دواء، هي دواء للانسان. توفر لنا الزيت، الزيت نعمل به الاكل الصحي، المنفعة كثيرة من الإنسان. إيه صحيت؟ مش تعرف آخر على زيت الزيتون؟ طيبوا به الماكلة. إيه؟ وندوى به ساعات. معنى هو دواء خدمة دواء الإنسان. إيه تفهم دواء به؟ نشربوه على الأخوة. إيه؟ ونديروا بها معناها في بنخداش على العيش. ايه صحيت؟ شو العيش هو؟ ما نعرفوش بيت بعد ما يعرفني عليه. كيفاش يديروا العيش؟ بالزيت ساعات بالزيت ساعات بالماء. ايه؟ والعيش شنو هو المكون نتاعه؟ بس تطيبوه بالفارين. والماء بس تاكلوه العيش ساعات في نهار بارد ولا سخون ولا تبدي مريضة معناها نخفف عليك شوية مرض. صحيت. تعرف حاجة أخرى على الزيتونة؟ هي توفر لنا كل شيء معناها كان البلاد مليانة كان بالزيتون، الزيتون باهي معناها توفر لنا كل شيء. معناها نستخدم في الزيتون في بنخداش؟ ايه. انتو ما عندكم زيتون ولا؟ ايه. وش تديروا بيه؟ نلقطوا معناها نجمع عيالاتنا ونلقطوا الزيتون ونجيب المعصرة ويديرنا معناها الزيتون نحن ومن بعد نقسموه. تقسموه؟ ايه. وعليه تقسموا فيه؟ كل واحد هز باي. صار معناها تتشاركوا فيه انتم الزيتون؟ ايه. برشا عيال متشاركين في الزيتون؟ لا لا. قداش من هي؟ ساعات معناها. مين ولا ثلاثة. هو هي الزيتونة ملك شكون؟ ملك العالم الكل. معناها الناس الكل عندها الحق في الزيتون، حتى انا نقد نهز معاكم زيتون. اي. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. قدم لنا روحك. انا لمني نقرا في معهد الجيش، نقرا في السابعة. مرحبا بك. اش تعرف على الزيتون؟
شتونا قد منا برشا نافع للإنسان، هي دواء قد من الإنسان معناها حاجة صحية. واش تديروا به الزيتون؟ نديروا به حاجات برشا للأكل معناها. أي نتناولوه معناها في الصباح في العشاء معناها باش تخفف شوية مرض. لو كيفاش تستعملوه في التطيب؟ نطيبوا بها العصيد. العصيد تقول عصيد في المخداش؟ اي عيش. عيش وكيفاش تديروا العيش؟ بالفارينة والماء بعد ما يطيبوا معناها نصبوا عليهم شوية زيت. صحيت. وعندكم زيتون ولا؟ اي. وش تديروا به؟ نقول معناها مش احنا ولا عيالنا معناها نلقوا الزيتون وبعد نهزوا المعصرة يصرفونا معناها نقسموا معاها. تقسموا فيها مع بعضكم؟ اي. يا اخي قداش من واحد عند الزيتون؟ اثنين ولا ثلاثة. هو ملك شكون الزيتون هذا؟ لا معناها جد جديد له. ملك جدود. وانت ما تقسم فيه مع بعضكم؟ ايه. من جد نقسم معاكم؟ لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. قد من روحك؟ اسمي رفقة الحمدي، نقرا المدرسة الأدبية بنقطاش، نقرا سبعة أساس اثنين، عمري 14 عام. مرحبا بك. ايش تعرف الزيتون؟ الزيتون نعرف عدة حاجات. مثلا؟ نعرف منها الزيتون وكل شيء. شنو هو كل شيء؟ الزيت و وقت يجي وقت جنها نجنوها. نقولوا في المخدش نجنوها؟ اش نقول؟ نطبشو. طبشو الزيتون صحيت. اخي حاش مش تقول طبشو الزيتون؟ لا 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 عادي عادي. ايه حتى عزادين تعملنا برشا منافع تحميل من الامراض، الزيت متاعها منافع. ايه وانت معاكم زيتون ولا؟ ايه. اش تديروا بيه؟ الزيتون يعطينا الزيت نجنو نطبشوه. حاشمة؟ لا لا اول مرة تقف قدام الكاميرا؟ لا. تسجلوا لك قبل؟ ايه. في العراس؟ باهي. تعرف شي اللوحة متاع زيتون شي يخدموا بيه؟ ايه. اش يعملوا بيه لوحة زيتون؟ يعملوا بيه يستعملوا في صناعة ال طول والبيبان الخشب. الخشب ايه. انت مش تديروا بيه في الشتاء؟ احنا نستعملوا في الحطب. العافية. العافية. تشعلوا النار في الشتاء؟ ايه. باش تدفوا بها؟ ايه. لا مازلت حاش ما انتي ما تديش في الجدر. ايوه. هكا هو. هكا هو. كمل. السلام عليكم. وعليكم السلام. قد من روحك؟ اسمي رباب، نقرا في كولاج الهجيج، عمري 13 سنة، نقرا في سبعة أساس اثنين. سبعة أساس اثنين. مرحبا بك. اش تعرف على الزيتون؟ الزيتون هي توفر لنا الزيت وإما تجي وقتها نطبشوها ونمشي لزهر المعصر نعصر الزيت ونديروا به برشا حاجات. اش تديروا به؟ نديروا بها العيش، نطبخ العيش ونديروا بالزيت. شنو هو العيش؟ هو يتكون من الفارينة تكون انتم العصيب. انتم شكون انتم؟ الشمال يقولوا العصيب والجنوب يقولوا. انتم ولادي معاك بنت الشمال وبنت الجنوب؟ بنت الجنوب. عرفتني منين انا ولا؟ ايه. منين؟
من ولاد سقس. هي شمال ولا جنوب؟ جنوب. أنا بنت بلادكم ولا؟ إيه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قد منا روحك؟ صالح أبو نهلي الحرابي. إيه تخت. نخدم في الحراسة في المعهد الإعدادية التربية الجيش. مش تعرف الزيتونة؟ نعرف الزيتونة معناها الغرسان يلزم معناها حفرة كبيرة معناها ومعناها التجريد يجردوها باش تطلع معناها صغير ملي صغير يجردوها باش تطلع لفوق يلزمها الماء ديما معناها باش تعيش. والزيتونة احنا الزيتونة البعلية هذه معناها ديما يلزم الله وبها باش معناها تعيش وتنتج. وكيف ينوا بها؟ ينوا بها معناها يجردوها يسقوها يدهدوا عليها هيك يحفروا عليها شوي يرقوا عليها الدنيا شوي يجردوها معناها وديما لايين بها. وتوزدونا في مخدش تجيب ولا؟ والله في وقت الامطار تجيب اما لما بدأ جفاف معناها ما تجيبش معناش. انت عندك زيتونة؟ والله عندي شوية مش ياسر. وجايب سنين ولا؟ والله احنا ما جابش شوي. علاه؟ ما انا المطر ناقصة. المطر للسنة اللي فاتت معناها ناقصة. هي معناها 15 سنة العام الجاي ما تلتش. صار معناها لازم المطر نتاع عام ناول مش نتاع سنة. المطر نتاع عام ناول مش نتاع سنة. لازم عام ناول قوية باش تولد. لكن ما جاتش مطر عام ناول معناها سنة ما تولدش. وش تديروا بها الزيتون؟ والله انا معناها ناكلوا بيه في الخبز نديروا بيه في العصيدة. هذا الزيت معناها؟ اي هذا الزيت يعني. ايوه الزيتون زاد ناكلوا بيه ناكلوه حتى الزيتون غامق اللي معناها ناكلوه هكا في الخبز. تملحوه ولا ما تملحوش؟ نجيب منهم مالح. اي. وتاكلوا فيه الشايح؟ اي وناكلوا فيه شايح اي. وبنين ولا؟ بنين اي. باش تاكلوه؟ ناكلوه بالخبز. ناكلو معناها بالتمر وكل شيء. واللوح هذاك فاش تستعملوه؟ اللوح ايه نتاع زيتون. اللوح هذاك معناها لكان يظل يحطب معناها ندفوا به في الشتاء في الدنيا البارده ولعوه نديروا به التاي معناها تجريد هكا ياكل الساعي ثم معناها يظل فيه ورق ياكل الساعي نعطوه الساعي سريع. ثم ياسر زيتون في ابن خداش. والله موجود لكن ياسر قلت لا تزمن بصراحه الجفاف معناها عند جي 50 ولا 60 ما جاتش مطر نتاع زيتون بصراحه. رب ان شاء الله يجيب لنا القسم. ان شاء الله رب يجيب القسم وان شاء الله احنا بلا زيتون معناها اللتر زيت ب 9000 وانا ب 8000 وان شاء الله ان شاء الله يطلع معناها مش صافي يعني. قلت الحق.